إطار الفعاليات التي شهدتها البحرين، وبمناسبة اليوم الرياضي، نظمت بلدية المنطقة الجنوبية فعاليات رياضية متنوعة استطلعت خلالها آراء الجمهور والمشاركين. نشر ثقافة الرياضة والصحة اللي هي دائما تكون حابه تكون موجودة في طبعا عند المواطنين في البحرين. أنا بالنسبة لي صراحة اليوم في ناس هنا وايد ما شفته من قبل، الحين شفته، وهذه هم فرصة بعد أشوف الناس اللي من زمان ما شفته وشغلتها الأيام وذي. طبعا للأمانة أشكر بلدية الجنوبية متمثلة طبعا بالجهاز التنفيذي على والمحافظة طبعا الجنوبية على هذه البادرة الجميلة اللي احنا كلنا يعني جدا نستمتع فيها في اليوم الرياضي. شكرا. أول شيء احنا نشكر طبعا يعني المسؤولين والبلدية على هذا اليوم الرياضي اللي سوا صراحة سوالنا نغلى بالنسبة لنا، وإحنا كموظفين في البلدية صراحة يعني ما مارس الرياضة كثير، بالذات هذا اليوم خلانا نتجهز يعني قبل وعقب، وهي فعلا يعني سوت لنا نغلة جدا جميلة لنا في الرياضة يعني، وكل الشكر حق المسؤولين وللبلدية خاصة. اليوم الرياضي طبعا هو أول شيء كسر للروتين اليومي، بالإضافة لأنه أضافت لنا ثقافة جديدة في أسلوب العمل، في أسلوب حياتنا العادية، تعرف على أساليب جديدة في الرياضة، نشر الثقافات أو تبادل المعلومات بين الرياضيين وبين الموظفين بشكل عام. طبعا أنا أتوجه بجزيل الشكر متمثلة في بلدية الرفاع من المنطقة الجنوبية، من المدير، من جميع العاملين بلا استثناء. أنا طبعا مو أقول على اليوم الرياضي هذه، بل أشوف تجمعنا هذه يكفي، تغربنا مع بعض، تغربنا مع أخواننا اللي ما نشوفهم إلا وقت العمل، بالعكس هذه يكون الصلة القريبة بيننا وبينهم، هذه بيكون إنتاجية العمل بتزيد، بالعكس احنا بنكون قريبين منهم وهم يكونوا قريبين منا، اللي احنا نبغي منهم ينفذونا بكل أريحية، واللي هم يبونا احنا بننفذ لهم بكل أريحية. طبعا نشكركم جزيل الشكر على هذه الاحتفالية في اليوم الرياضي. وأمانة اليوم معطي شعور غير، اليوم كأنه نوع العيد يعني، الناس مستمتعة والموظفين مستمتعين في الأجواء، وأمانة يعني كأنك تعيد من كل ناس كل سنة تعيد هذه، كأنك انت تسوي نوع على قولتهم ريفرش يعني حق مرة ثانية، كل مرة يعيد الموظف يرد مرة ثانية حق اللي هو جو العمل. فأمانة نشكر الحكومة الرشيدة على أنها أعطتنا هذه النص يوم اللي الناس قاعدة مستمتعة فيه. فرصة إلى الموظفين يتجمعون إنزين، ويلتقي يعني الموظفين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وطبعا احنا نكرر شكرهم إليهم، يشكر مرة أخرى مثلا اليوم يوم الرياضي، هذا فرصة للموظفين بأن يعني إحساس بأن يعني في 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 فحوصات طبية لاحظنا يعني إنزين، وهذا طبعا هذا نقطة يعني تنضاف إلى إلى قسم العلاقات العامة، طبعا تنظيمهم جيد، مثل ما احنا نشوف يعني الموظفين من جميع الفئات الوظيفية وكل الأقسام متواجدين، وهذه يعني لفتة طيبة، وطبعا لفتة طيبة ومشجعة، ونتمنى أن تستمر هالنوع من الفعاليات، طبعا إليها أكيد أثر على مستوى إنتاجية الموظفين في نوع من التغيير، كسر الروتين، وطبعا احنا نتمنى التوفيق الى الجميع. فعالية جدا كانت متميزة، كان فيها بعض التمارين الرياضية والمشي والجري وكرة القدم والطائرة، وعندهم طبعا الركن الصحي، وطبعا أشكر العاملين في المحافظة على التعامل الراقي، صراحة أنا أول مرة أتعرف عليهم بس ما شاء الله عليهم اجتماعيين، وحابة أشكر المدير العام طبعا للبلدية المحافظة الجنوبية عصام عبد الله.